بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میں ہوں حافظ کلیم ٹی وی کے ساتھ حافظ محمد کلیم، آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر سے حاضر ہوں. آج ہم انشاءاللہ سورة المطففین، بقیہ سورة المطففین سیکھیں گے. تو چلتے ہیں سبق کی طرف. بسم الله الرحمن الرحيم. يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نغرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ انقَلَبُوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون